ما هي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من الحل؟ سمعتم الجواب. قلنا الحكمة والله أعلم من أجل أن تجمع في عمرتها بين الحل والحرام، لأن أعمال العمرة كلها في داخل مكة، طواف وسعي وتقصير كله داخل مكة، فأمرت أن تخرج إلى الحل من أجل أن تجمع بين الحل والحرام. نعم.